عشان كده الزمالك السنه دي، انا بقول له السنه دي مش زي السنه اللي فاتت. اللي حصل اللي هيحصل السنه دي مش زي السنه اللي فاتت. ليه؟ الفرق، لان هقول لك الفرق. الفرق في السنتين ان الزمالك ما كانش بيكمل في دوري المجموعات، فبالتالي ما كانش بيلعب ماتشات كتير، ما تهلكش، فكان عنده ميزه انه بيشتغل زي الفرق. انت بتاخد ثلاثه انا باخد ثلاثه، انت بتاخد خمسه انا باخد راحه خمسه. فماتشات ازاي عكس النادي الاهلي. النادي الاهلي مثلا كان بيلعب كل ثلاث ماتشات، فكان بيشيل ماتشات لفترات ثانيه فبتضغط فبتقع. فالزمالك عنده السنه دي اكيد بعد ما خدت الدوري السنتين وخدت كاس مصر، طبعا هتاخد افريقيا، الناس مستنيه افريقيا. فالنهارده لازم يبقى عندك شراسه وتبقى عندك تدعيمات تقيله. السنه اللي فاتت الناس استحملت برضو ان انت ما كانش عندك قوام. ما كانش عندك لعيبه، في لعيبه مشيت وفي لعيبه القيد، ما كانش عندك قيد، فبالتالي الناس استحملت. كان ممكن تتغلب مثلا من انبي، اتغلبت من الجيش في الاول مع الراجل، خرجت من افريقيا، الناس استحملت ان ما عندكش قايمه. صح. لكن السنه دي لو لازم تفتح قايمه، لانك انت ان شاء الله هتكمل في بطوله افريقيا.